كراسي خلونا بين قدور. انت اليوم انت نعسان. لا تكفى انا مرتاح والله والله هي كذا حلو. احمد الله الله حبيتك احمد. الله استغفر الله. خلي مطبخ في ظهري. طب خلي كذا والله حلو انا معجبني. ايوه قول سالم. انت خايف من ضياع. ما علي. طيب كيف كذا والله كذا. طيب كم تحدث في تاريخ البوليس؟ موسى اسلم يلا من كثر ما احنا موسى موسى سمعنا يا موسى والله العظيم حلقي شوي اليومين ايش اقول؟ ايش اقول؟ سمعنا يلا يا عاي فايزين ان شاء الله فايزين فيك هوا؟ متى بتسوي لك هوا؟ ترى بيك هوا صدق صادق والله يلا تجيب لي هاي كان هاجر وانت تقول هاي عليك وانا تقول ده هاي هاي عليك هاي اخوك حاطين ها نعم والله سبعتنا تسلم حبيبي تسلم هو الفريق هناك وفريق يلا طيب اسمعوني ايش رايك العرسك العرسك ذيباء يلا خل الطبخه معاد تعال واضحه وصريحه يقول خل الطبخه انكم فايزين احمد احمد قال قبل شوي انا ما قد فزت طيب نبي نشوف الهاشتاج اللي قبل شوي قلت قلنا لكم قبل نسمع صوتك شوي لان صوتك انت يبي لها تركيز عالي يا موسى تقال انها نبي نشوف احسهم قايمين علي بالهاشتاج لا انا معطيهم رحله سياحيه فيفا بعد ما اطلع برد ولا حار الجو لا لا حلو انا بشك كذا يلا اوه والله قدرتهم تتنافسون على الشيء اللي انا قلتها سلم على الهاشتاج وسلم لي على الطبخ باقي خمس دقائق ترى خمس دقائق دقيقه تنطح دقيقه يا احمد ابي انا قلت لك واعيد واكرر نعم سلم لي على الطبخ وسلم لي على الهاشتاج بعد نعم عرفت يعني الهاشتاج لنا ايوه والطبخ لنا انا واثق طيب شوف طبخه معاذ وعايض الله ف سولف سولف خذ راحتكم سولف سولف يا موسى علي جالس خف علينا يا عايض العالم يا علي شوف ابو شوف جالس الله معاذ صدقني حيت لو انك مشدين ما تفوز ها يلا ترى ما بقى له دقائق يلا هو انت مشدين حيك مدريبك مقاتل الى اخر نفس يا ليلي اللي علي صرت دايم ثقيل بالله قل لي متى يا ليل تبرى الجراح قصير عند البشر وانا علي ثقيل لا نامت الناس انا سهران حتى صباح يا ليل يا اللي علي صرت دايم ثقيل بالله قل لي متى يا ليل تبرى الجراح قصير عند البشر وانا علي طويل لا نامت الناس انا سهران حتى صباح الله لا نامت الناس سهران حتى الصباح طيب من قلب لحمه من قلب لحمه انا اشهد ان القلب لحمه لذلك القلب والله ان القلب لحمه اي والله أنا يا ربي تعبت لا والله القلب لحمة ارفقوا باللحمة ارفقوا باللحمة ادري زي والله لا احس بتصدق احس تطبخون انا يا ربي تعبت ليه؟ انا يا ربي تعبت ايش فيك يا موسى؟ احس بفنجان تقهوى تقهوى يا احمد اصب لاتي شو ايش قلت؟ اصب لاتي موسى اسلم يا ابو موسى احمد تعال شيخ شيخ يقول اصبلت وش هو اصبلت وش هو اصبلت انا رجال قدامك يا ابن الحلال
ايش بك؟ لا 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 تسقط والله يا احمد انا معاناه ها؟ كلمه قال كلمه انا اقعد معها رجال يترجم اقعد معه كثير يمكن يتعلم اللهجه الشمريه خل اقول لا اتعلم اللهجه الشمريه واتعلم اللهجه الفيفيه والله العظيم كل ما قال كلمه وكل ما قال سالفه شيء سفر بكم سفر بكم انا عندي جزئين دائما مع ابو بتال لما يقول لي سالفه الجزء الاول اخليه يسترزل